تغميض العينين في الصلاة يقال مكروه، فهل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة. لا أعلم فيه شيئا إلا أنه يذكر أنهم فعل اليهود صلاتهم، ولا أعرف في ذلك حجة واضحة إلا أنه مشهور يعني كثير الفقهاء أنهم من فعل اليهود صلاتهم، ولأنه لم ينقل فلولا عدم التغميض، لأن العبادة توقيفية، فالذي لم ينقل تركه أولى، فيفاتون عينه على عادتها. أما كون يتعمد التغميض فلولا ترك ذلك. يعني لو كان أمامه مناظر يخشى أن يفتن بها مثلا وغمض يعني هروبا من لا يغض البصر، لا يطرح بصره إلى موضع السجود، يطرح البصر إلى موضع السجود عاجل التغميض.